بس يبيع. احنا اليوم ان شاء الله عندنا مسار ما بين عن طلوع الجبل الفحام انت ما خرج مسار صغير غنبدا بالدوار ملالح. دابا غنضبطيو التراجي ديالنا. حنا نزلنا هنا في الطرمبيه اي 16 في ملوسه حدا السوق ملوسه، غنضرب واحد 8 كيلومتر هنا على الدوار باش نطلعوا للجبل الفوق. ديك الساعه نبقاو ماشيين مع الفريفرات فريفرات الغابه الغابه، غنوصلوا للماء البارد ان شاء الله ثم نتغداو. ديك الساعه غنوضوا بحالنا، غنمشيو بحالنا على الشقه ولا على حسانه ونخرجوا في الطريق. هذا هو التراجي ديما ان شاء الله شي 28 كيلومتر. يلا الأبطال يلا الأبطال.
حسن هذا اطول مسار كناخذو بغض النظر على الطول ديالو، كاين حوايج اخرين فيه هي الصعوبه ديالو، كنا خدينا مجموعه من المرتفعات والانحدارات اللي كانوا صعابين صراحه. هاد الخرجه هادي حقيقه تاريخيه، لان فاش تاخذ داك التراجي وبهاد الحراره وفي نفس الوقت هاد المسافه راه ماشي سهله. الحمد لله اننا وصلنا بفضل سيدي ربي وفضل الاخ العربي ومشاركه السي حسن، والحمد لله. ديالكم كملنا التراجي اليوم ان شاء الله بشي 27 كيلومتر ونص. كانت واحد الموديفيكاسيون صغيره، كنا نخرجوا من حسانه طولنا شي شويه، خرجنا في دوار الحطبه. المهم وصلنا على خير، كانت مشاركه ديال السي نور الدين ديال السي حسن، رغم ان السي حسن عاجي شي شويه 65 عام، ما كان غير شد الريسب عطى لاطاك، وفي فرصه قادمه ان شاء الله بشي تراجي اخر. تبارك الله على الاخوان، زعما السي نور الدين راه كان الروعه، راه كان رائع، كان بطل. تبارك الله عليه، الله يبارك فيك السي حسن، تبارك الله عليك. الحمد لله، جزاه الله الا كيشرف ويشرفني انا نخرج مع الشباب بحال السي نور الدين، نفس الشيء مع العربي الدادو محمد. محمد تبارك الله عليك، والله العظيم الا عرفتي يشرفني نخرج مع الشباب اليوم. كان داك الشيء رائع تبارك الله، ونعاودوها ونعاودوها ان شاء الله، شي مسار اخر ان شاء الله. ان شاء الله والله، الله يرزق الصحة، يبارك في الصحة، تبارك الله. 65 عام صار فيها، لأن باقي صغير ولا الكتكوت ديالها وغير 37.